اهلا، رحب بضيفتنا العزيزه منى عمر الناقده الرياضيه. صباح الهنا. صباح الفل، اهلا بيك يا منى. ازيك يا نهار؟ نورانا كالعاده. ميرسي يا كريم. دم طبعا هنتكلم معاكي بقى عن كل الدوريات الاوروبيه ولا سيما الدوري الانجليزي اللي اكيد هنقف عنده شويه، بس تعالي نبتدي كلامنا بماتش امبارح ليفربول وتشيلسي ونهائي كاس الرابطه الانجليزيه. شفت الماتش ده ازاي؟ هل كان الماتش قوي للدرجه ان هما بقى في عندنا وقت اضافي اول وثاني؟ يعني شفت الماتش ازاي بشكل عام؟ عادة المباريات كاس الرابطة او مباريات حتى الاف اي كاب بيبقى الفرق التوب بتلعب بالسكند تيم، ما بيلعبوش بالفريق الاساسي. ناس كتير افتقدنا، مش ناس كتير، كلنا كنا مفتقدين محمد صلاح في مباراة امبارح، بس حتى لو كان سليم 100% كان ربما بنسبة كبيرة جدا ما نشوفوش بصفة اساسية في المباراة. كان ممكن يشارك في مثلا الشوط الثاني في الاشواط الاضافية، لكن ما اعتقدش ان هو كان ممكن يبقى من التشكيله الاساسيه، لان احنا اعتدنا على ده من فرق التوب في مباريات الكاس تحديدا. يعني اعتقد، يعني انا شفت ان المباراه هي وصلت للاشواط الاضافيه لانه انت ما كانش عندك في الفريقين، ما كانش عندك عناصر اللي تقدر تخطف هدف او تقدر تخلص المباراه في الوقت الاصلي. تشيلسي ضعيف جدا فنيا، ضعيف جدا جدا فنيا. الفريق بيمر، ده تاني موسم ليه تقريبا على التوالي او تالت موسم ليه على التوالي، بيمر بحاله فنيه سيئه جدا جدا. نتيجه ايه؟ نتيجة أولا طبعا كان تغيير الإدارة من أبراموفيتش لتود بويلي مؤخرا، طبعا كان بعد الأحداث اللي شهدتها روسيا وأوكرانيا، يعني كان حصل تغيير في ملكية النادي نفسها. كمان تعاقب المدربين على تشيلسي، بنشوف أنه التغييرات الفنية أو تغيير المدير الفني كان بشكل سريع جدا. برضو من وجهة نظري أن كان تشيلسي تسرع جدا جدا في الاستغناء عن توخيل. كان يعني اعتقد كان هيبقى افضل من بوتشيتينيو، لكن طبعا كان برضو سوء النتائج للفريق، في سواء طبعا كان في الدوري وانه ما قدرش طبعا برضو ان هو يحجز مكانه السيزون ده في البطولات الاوروبيه. حصل تغيير باداره فنيه جديده، توقعنا انه ممكن يكون في دم جديد أو رؤية جديدة أو خطة جديدة مع بوتشيتينو، خصوصا ان هو كان بعبع مع توتنهام. خلينا نكون منصفين، لما راح باريس كانت الامور بالنسبه له ما كانتش افضل حاجه، بس كان مع توتنهام كان بعبع حقيقي في الدوري الانجليزي. بعض الفرق، او مش بعض الفرق، بعض جماهير الفرق طبعا، يعني كانت حاسه ببعض ضغطه شويه لما رجع تاني للدوري الانجليزي وان هو كان هيقود تشيلسي، ولكن للاسف احنا ما شفناش ده خالص. على الرغم ان تشيلسي فيه عناصر كتير جيده، ولكن في لا مبالاه، يعني خلينا يعني تذبذب الاداره هو اللي بيؤثر بهذا الشكل اكيد، والتغييرات تغيير المدير الفني بشكل مستمر. بالظبط كده، زي ما يكون لعيبه بتتعود على فكر مدير فني معين، طريقه معينه، خطه معينه، وبعد كده النتائج ما تمشيش كويس، فانا استغنى عن المدرب ده، اجيب مدرب تاني برؤيه جديده، بس بخطه جديده. حتى لو احنا بنتكلم في الاخر على فريق برضه زي تشيلسي، فريق ليه ثقل يعني، وفريق تقيل وفريق قديم وليه تاريخ محترم جدا. اوكي، بس طبيعي انه يتأثر بالنوع ده من الأحداث، لكن للدرجة دي؟ لان انت كمان العناصر اللي موجوده دلوقتي مش الخبرات بقى اللي انت بتتكلم عليها قبل كده، في عناصر كتير صغيره، وفي عناصر مش بالجوده اللي انت بتاعت الاجيال اللي قبلهم، بالظبط كده، بالجوده اللي انت بتتكلم عليها. على الرغم من ده، انه مثلا احنا شفنا تشيلسي في المباراتين اللي لعبهم قدام مانشستر سيتي كان فريق مختلف تماما، يعني تعادلين، يعني كان الدور الاول والدور الثاني تشيلسي كان عامل ماتش تقيل جدا قدام مانشستر سيتي، وهنقول ان مانشستر سيتي كان هو بطل الدوري، اقوى المرشحين للبريمير ليج السنه دي. لما تيجي تشوف اداؤه في ماتشين تشيلسي كان مختلف تماما عن باقي المباريات، وده برده يعني ده اللي بيقول لك ان ليه الوضع غريب كده. يعني طب ما انا بلعب زي ما بلعب قدام لوتون، قدام بورنموث، قدام الفرق الاقل، زي ما هلعب قدام الفرق الكبيره. التذبذب